أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤية، والمستهل بالعناوين. الفريق أول سعيد شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية. فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات مجزرة أولاد جلال. وفي اليوم 61 من العدوان على غزة، الصحة العالمية تقول إن طفلا واحدا يقتل كل 10 دقائق، وإننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية. أهلا بكم من جديد. استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة اليوم الأربعاء بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، وذلك على هامش أشغال الدورة 17 للجنة المختلطة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين. وأجرى طرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية. إلى قطاع الصحة، إن أشرف الوزير عبد الحق سايحي الأربعاء على وضع حيز الخدمة وحدة معالجة الأمراض السرطانية بالمستشفى المختلط سيدي الحواس بتندوف. وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن زيارة العمل والتفقد التي باشر بها الوزير لتندوف شملت أيضا إعطاء إشارة انطلاق قافلة طبية لفائدة البدو الرحل بالولاية. كما وقف المسؤول الأول عن القطاع أيضا حل احتياجات ساكنة الولاية في المجال الصحي من خلال جلسة عمل عقدها بحضور السلطات المحلية وإطارات القطاع، يضيف البيان. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت 70 تاجا مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 13 قنطارا و32 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية للسواحل الوطنية ل41 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 78 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية جلال اليوم الأربعاء مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا بفتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات حادث المرور الذي وقع ليلة الثلاثاء ببلدية الشعيبة مخلفا وفاة 8 أشخاص. هذا وأعلمت نيابة الجمهورية الرأي العام أن سبب الحادث هو التجاوز الخطير لسيارة خفيفة الوزن دون أخذ السائق للاحتياطات اللازمة والتأكد من خلو الطريق لتصطدم بشاحنة قادمة من بئر النعام في الاتجاه المعاكس للحافلة، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 12 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ومن بينهم سائق الحافلة المتسبب في الحادث. دوليا، وفي اليوم 61 من العدوان الصهيوني على غزة، واصل جيش الاحتلال هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، في حين قال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن طفلا واحدا يقتل كل 10 دقائق في القطاع، مضيفا بالقول أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية، وموضحا أن ما يقرب من 16,000 شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الفائت، وأن أكثر من 60% منهم نساء وأطفال. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية. إلى اللقاء.